لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام الأطهار طلاب الأعزاء، نلتقي في الجزء الثاني من هذه المحاضرة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. لماذا تنزل بتاء واحدة؟ لأن ليلة القدر لا تأتي في العام إلا مرة واحدة، وبالتالي إفراد يناسبه إفراد، مرة تناسبها تاء واحدة. أما في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم. لماذا قال الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة بتكرار التاء؟ لأن تكرار الطاعات يقابله تكرار تنزل الملائكة. فإذا صليت 5 صلوات في اليوم تنزلت عليك الملائكة 5 مرات في اليوم. فإذا قرأت القرآن نزلت الملائكة، إذا ذكرت الله عز وجل نزلت الملائكة، وبالتالي تكرار الطاعات يناسبه تكرار التاء. ومن هنا طلاب الأعزاء نجد أن عدم تكرار التاء في الآية الأولى هو قمة الإعجاز، ولو تكررت التاء في سورة القدر لفسد الإعجاز. وهنا في هذه الآية أيضا لو لم تتكرر التاء لفسد الإعجاز. فالقرآن محسوب بالحروف، ومن هنا القرآن معجز بألفاظه وحروفه ومعانيه، معجز في كل شيء. هل كفار قريش كانوا يفهمون أن القرآن معجز حتى في الحروف؟ نعم، ولما رفعوا الراية البيضاء ولم يستطيعوا أن يأتوا ولو بمثل آية من آيات القرآن الكريم. مثال آخر أيها الأحبة الكرام، يقول الله عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لماذا أنزل الله القرآن؟ أنزل الله عز وجل القرآن لهدفين: الأول لعل العرب يتقون، لعل الناس يتقون. إذن الهدف الأول من القرآن هو التقوى التي توصلنا إلى رضا الله عز وجل وتوصلنا إلى جنة الله سبحانه وتعالى. أما الهدف الثاني من نزول القرآن الكريم فهو أن يحدث لأمة العرب ذكرا ومكانا وصيتا ومكانة مرموقة بين الأمم، إذ إن العرب وقت نزول القرآن كانوا رعاة الشاء والإبل لا علم عندهم. إذا ما قورنوا بفارس والروم كانوا صفرا على الشمال كما يقولون. فأنزل الله عز وجل القرآن ليخرج أمة العرب إلى القمة حتى تصير لهم مكانة مرموقة بين الأمم. وقد كان ذلك حيث بلغت الدولة الإسلامية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، كلها دولة إسلامية واحدة. فبهذا القرآن جعل الله عز وجل للعرب صيتا ومكانة. إذن فما الإعجاز؟
لو قال الله عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، بالألف المقصورة. الذكرى هي الموعظة، وهي تعني التقوى، وبهذا يكون القرآن لا هدف له إلا هدفا واحدا، وهو التقوى، وهو أن نفوز بالآخرة فقط، ولكن الله عز وجل أراد لنا غير ذلك، أراد لنا من هذا القرآن أن نفوز بالدنيا والآخرة، فتتحقق لنا الذكرى وهي الموعظة التقوى، ويتحقق لنا الذكر بين الأمم. أما المثال الذي يليه أيها الأحبة الكرام، يقول الله عز وجل: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لماذا قال الله عز وجل إن هذا عدو لك ولزوجك؟ لماذا لم يقل الله عز وجل إن هذا الشيطان عدو لك ولزوجك؟ لو قال الشيطان لكان هذا تعظيم للشيطان، إلا إن الله عز وجل أرانا أن الشيطان أقل من أن يذكر، فقال إن هذا، فعدم ذكر الشيطان هو تحقير للشيطان، وهذا قمة الإعجاز. أما المثال الأخير في هذا الجزء من هذه المحاضرة، يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لماذا في الآية الأولى بني الفعل للمجهول؟ قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. هلوعا صفة سلبية، الإنسان طماع، جبان، يخاف على نفسه وعلى الرزق وعلى أولاده. ما دامت الصفة سلبية فلا يوصف لله عز وجل إلا الشيء الجميل، ومن هنا بني الفعل للمجهول. أما في الآية الأخرى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالآية تتحدث عن صفة إيجابية، فالإنسان مخلوق مكرم في أحسن صورة، ومن هنا بني الفعل للمجهول، لأن الشيء الجميل ينسب لله عز وجل. وهكذا كان تأدب إبراهيم عليه السلام حين قال عن نفسه: وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لله عز وجل. ومن هنا أحباب الطلاب لا ننسب الشيء السيء لله عز وجل، يجب أن نتأدب مع الله عز وجل، فلا نقول الله بيعطي الفل ملوش أسنان، هذا ليس فيه تأدب مع الله عز وجل، وهذا قول إن قاله الإنسان معتقدا به فإنه يحمل من الوزر، أو قد يصل به الأمر إلى الكفر إن كان معتقدا بذلك. ومن هنا أحبابي الكرام نختار الألفاظ المؤدبة مع الله عز وجل، فالشيء الجميل ينسب لله عز وجل، والشيء القبيح لا ينسب لله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.